هيك بدينا التسجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم بدنا نأخذ أحد أنواع البروف الجديدة اللي هي Mathematical Induction، الاستقراء الرياضي. الاستقراء الرياضي من أحد أهم أنواع عمليات الإثبات. أوكي، طريقتها مش تراديشنال، مش تقليدية، قد لا تخطر على بال أي إنسان، لكنها مستخدمة من قبل الناس بدون ما يعرفوا. أوكي، شغلة غريبة اللي حكيتها بس حتتوضح إن شاء الله مع بداية المحاضرة. كيف شغلة أنا بستخدمها ما بعرف عنها، أوكي، وكيف صعب أصيغها إلا إذا كنت عالم رياضي مختص. هذا الحكي حنحكي عنه، تمام؟ الإندكشن بشكل عام نستخدمه مع الأسيرشن بروفز، يعني بيكون عندي كونكلوجين على دومين معين، أوكي، هذا الكونكلوجين بدي أحاول أثبته. بقول لك طلع many statement assert that a property is an universally true. All the elements of the universe exhibit the same property, exhibit that property. Okay. شو معنى الحكي هذا؟ شوف المثال هذا. طلع بقول لك for every positive integer n، يعني على الدومين تاع البوزيتيف انتجر ال n factorial اقل او يساوي n قوة n. تمام، نعيدها مرة ثانية. في بروبرتي، في بروبرتي انا بدي اعممها على دومين معين وبدي اثبت انه هاي البروبرتي ايش مالها؟ ترو على الدومين هذا كله. طلع all the elements of the universe exhibit that property. تمام ولا تمام؟ مذكرين يا شباب في عنا شغله اسمها دومين. اوكي، شو شغله المقابله لها؟ رينج، يعني زي المنحنى السيني والمنحنى الصادي، ذكرتوه ولا لا؟ الدومين، شو تعريف الدومين عندنا بالعربي؟ بالعربي شو الكلمة المقابلة للدومين؟ مجال. طب شو الكلمة المقابلة للرينج؟ مدى. مدى، يعني زي ما تتخيل عندك المنحنى السيني والمنحنى الصادي، مثلا هون بالربع الأول عندنا الإكس هنا وعندنا الواي هنا، مثلا في عندنا رقم هنا واحد، صورته مثلا هنا الواي تاعته الفاليو تاعته لما نعوضها بالفانكشن قديش؟ ثلاثة مثلا. تمام؟ اوكي؟ إذا الإكس عندنا رقم من الدومين واحد، والواي عندنا هون قيمتها ثلاثة، هاي ايش؟ الرينج، يعني واحد بيقابله ثلاثة، ذكرتوا أنتم الدومين وايش هو الرينج. اللي مش متذكرهم يساوي سيرش عليهم، بس هون بقول لي اي بوزيتيف انتجر نمبر، ايش البوزيتيف انتجر نمبر؟ ذكروني هي فيهم، من واحد الى ما لا نهايه، واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه الى ما لا نهايه، المهم تكون ارقام صحيحه وموجبه. بقول لي اي رقم صحيح موجب لان فاكتوريال تاعه اقل او يساوي ايش؟ رقم مرفوع لنفسه. تمام، خلينا نشوف هاي الشغله. واحد بيجي بقول لي لو جربت واحد فاكتوريال، الواحد فاكتوريال أقل أو يساوي واحد قوة واحد، جربوا لي إياها هاي. نيجي بنحكي الواحد فاكتوريال واحد، الواحد فاكتوريال واحد، الواحد قوة واحد واحد. واحد بقول لي أنا مش متذكر إيش هو الفاكتوريال، باجي بقول لك ما عندي مشكلة بذكرك. لو جينا حكينا ثلاثة فاكتوريال، ثلاثة مضروب، شو قيمة الثلاثة مضروب؟ ثلاثة اثنين بواحد، ثلاثة مضروبة باثنين مضروبة في واحد. لو جيت قلت لك شو الخمس مضروب، شو قيمتها؟ خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد. تمام؟ هسا بنرجع لمثالنا، بقول لي الان فاكتوريال أقل أو يساوي ان قوة ان، جربت الواحد، واحد فاكتوريال هل هو أقل أو يساوي واحد قوة واحد؟ واحد أقل أو تساوي واحد، شو جواب هاي؟ ترو. هسا باجي مثلا اجرب اثنين، النكست ستيب لايش؟ للواحد. باجي بحكي الاثنين فاكتوريال اقل او يساوي اثنين قوة اثنين، هذا مثال ثاني قاعدين بنجرب فيه. هسا الاثنين فاكتوريال عبارة عن اثنين في واحد، اثنين، هل هي اقل او تساوي اثنين قوة اثنين؟ اثنين قوة اثنين اربعة، مظبوط. هسا لو اخذنا ايش رقم اخر، مثلا اخذنا الثلاثة، ثلاثة فاكتوريال، هل هي أقل أو تساوي ثلاثة قوة ثلاث؟
هسه 3 فاكتوريال 3 في 2 في 1 يعني 6. 3 قوة 3 قديش يلا احسبوا لي اياها، 3 في 3 9، 9 في 3 27. تمام. اذا هاي ترو زي ما اللي قبلها واللي قبلها ترو كمان. لو جربنا الاربع فاكتوريال حتطلع عندنا ترو، جربنا الخمسه فاكتوريال حتطلع عندنا ترو. اللي قاعد بسوي انا احذره ايش؟ شو بسموه؟ بحاول استقرئ الارقام. اعطاني نظريه. تمام؟ هاي نظريه صيغ لي اياها صيغه ايش؟ اسيرشن. انه اني بوزيتيف انتجر نمبر every positive integer number الان factorial تاعه اقل او يساوي ان قوة ان. تمام؟ طلب مني اثبتها. طبعا انا بامكاني احورها واثبتها من خلال دايركت بروف او شيء ثاني، بس صعب. ايش ماله؟ صعب عملية اثباته بالدايركت بروف او غيره. السهل ان نثبت شغلة زي هاي من خلال الاستقراء. طب انا اللي هسه سويته استكشفت بعض الامثلة ولقيت انها صحيحة. كيف بدي اعممها لقاعدة عامة؟ كيف بدي احكي انه الان فاكتوريال اقل او يساوي ان قوة ان لاي ان بوزيتيف انتجر نمبر؟ كيف بدي اعممها القاعده؟ كيف بدي اعممها؟ نسويها على ان ايش؟ نسويها على ان، يعني ان فاكتوريال تساوي ان في ان ناقص واحد في ان ناقص اثنين. مضبوط كلامك، بس في مشكله في عمليه اثباتها بدايركت بروف. تاخذ جهد وبتوصل لمحلات لمناطق معينه الجبركلي. اذا انت مش متاكد من الرياضيات صعب عليك تمشي فيها. اتفقنا؟ فالاسهل ان نستخدم عمليه الاستقراء. اتفقنا؟ الاستقراء لحد الان احنا ما دخلنا فيه، ما حكينا عنه، نعطي مقدمه عنه يا اسامه. اتفقنا؟ تخيل لي هالمثال. تخيل اني انا جبت لك سلم، هذا السلم طوله ايش؟ غير معروف. طوله ايش ماله؟ غير معروف. او تقدر تحكي عنه ايش؟ انفاينات لادر، يعني سلم ايش؟ غير منتهي. تمام. لو جيت قلت لك يا صديقي انت هسه موجود ايش؟ ستيب 1، موجود على الدرجه الاولى. طبعا الدرجه درجات السلم بسموها ايش؟ رانك. تمام. تقدر تسميها ستيب او زي ما مسميها هنا مسميها ايش؟ رانك. تمام. اذا قلت لك انت على الستيب الاولى او على الرانك الاول، الخطوه التاليه وين بتوديك؟ بتوديك على الستيب الثاني. تمام. اذا جيت قلت لك انت موجود بالستيب الثالثه، النكست ستيب ايش حتكون؟ الرابعه. اذا قلت لك انت بستيب كي، شو النكست ستيب بتاعتك حتكون؟ كي زائد واحد، يعني انك بتزيد خطوه. هذا اللي قاعدين بنسويه احنا، بنحاول نستقرئ، احنا نستنتج قاعده. اذا احنا بدرجه معينه في السلم، الخطوه التاليه لوين بتوديني؟ شو الدرجه التاليه اللي عندي؟ اتفقنا؟ شو الدرجه التاليه اللي عندي؟ اوكي؟ طلع هون الملاحظات اللي قايل لك اياها، وي نو ذات، احنا بنعرف. وهي شغله احنا بنحب نحكيها دائما كثير، احنا بنعرف، انا عارف، انا فاهمك. تكون نحكي للواحد انا عارف انا فاهمك واحنا مش عارفين ولا فاهمين. او نتوقع ان عارفين وفاهمين. وي كان ريتش ذا فيرست رانج اوف ذيس لادر. انا قاعد بقول لك انه احنا بالسلم اللامتناهي هذا بالانفاينات لادر بامكاننا نحصل ايش؟ الرانج الاولى، يعني ايش؟ الدرجه الاولى من هذا السلم. If we can reach a particular rank، اذا كنا برانج معين بدرجه معينه، then we can reach the next rank of the ladder. اذا كنا بالدرجه تاعت السلم هذا ستيب 1 نقدر نروح على ستيب 2 لمباشره لفوقيها ستيب 2. اذا كنا بستيب ثلاثة أو رانك ثلاثة، ستيب واحدة بتودين على إيش؟ ستيب أربعة أو رانك الرابع. طلع Can we reach every step of the infinite ladder؟ يعني بإمكاننا نحصل أو نكون بعد جهد معين في أي درجة من درجات السلم؟ السؤال يس، أو الجواب آسف يس، باستخدام الماثيماتيكال إندكشن which is a rule of inference that tells us. هسه بالماثيماتيكال إندكشن بدك تثبت ان نظريتك صحيحه عند خطوه واحد. يعني ايش؟
انا هسه برا السلم، خطوه واحده وين بتوديني؟ على ستيب 1. فبكون اثبت انه السلم، اذا انا قبال السلم وبدي اطلع على السلم، خطوه واحده بتوديني على ستيب 1. تمام. بعدين بدي ايش اساوي؟ اسامبشن اني انا اذا بدرجه معينه، درجه كي، الخطوه التالي بتوديني على درجه كي زائد واحد. بعدين باستخدام الاسامبشن هون بدي اثبت انه هاي صحيحه لكل اليونيفيرس، يعني الدومين تاعي ايش هم هسه الرانجز هذولا، بدي ايش اثبت انه الرانج هاي، الرانج اللي انا فيها بقابلها رانج ثانيه زياده عنها بخطوه واحده. تمام. الماثيماتيكال اندكشن شو بحكي لي باختصار؟ اثبت لي انه الشغله صحيحه عند ايش؟ عند الخطوه الاولى، عند الانيشال فاليو. بعدين ساوي اسامبشن انها ايش؟ انها صحيحه وين؟ انها صحيحه عند كي ايش فاليو، ومنها حاول اثبت لي انها صحيحه عند كي زائد واحد. بعدين عمم انه القاعده الصحيحه هاي بناء على استنتاجك. هاي الخطوات شارحينها هون. بالماثيماتيكال اندكشن شو بكون عندنا يا شباب؟ بكون عندنا هايبوثيسز، المشكله تاعيتها بنحولها لايش؟ لفرضيه. الفرضيه هاي بيكون كبروبوزيشنال فانكشن. هاي البروبوزيشنال فانكشن بدنا نحاول نثبت انها ترو لجميع عناصر الدومين. لما اقول لك ان اكبر او يساوي بي، هذا الدومين تاعنا، ان اكبر او يساوي بي، صيغ لي اياها على شكل فتره، ان اكبر او يساوي بي. يلا يا شباب، هذا معناه انه الان بلونجز لايش؟ يعني ايش اول قيمه عندنا؟ يلا مغلق عند ايش؟ يلا ان بلونجز للفتره المغلقه بي، وهون بلس ايش؟ انفينيتي. يعني شو الانيشال فاليو عندنا لما اجي اقول لك ان بلونجز للفتره ايه؟ عند، للاسف انا غلطت غلطه، المفروض ما اغلطها، انه ايش عند ايش؟ عند المالا نهايه. شو بنحط؟ يلا احكوا لي. مفتوحه. مفتوحه، ممتاز. تمام. To prove that b n is true for all integer n اكبر او يساوي b. تمام. عاده الان بتكون واحد او صفر. تمام. الانيشال فاليو بتاعت الان بتكون واحد او صفر، يعني البي بتكون قيمتها واحد او صفر. يعني هسه بدنا نثبت انه b n true لجميع عناصر الدومين هذا، وبدنا ننتبه انه بي ان هون عباره عن بروسيشنال فانكشن. شو بنساوي؟ اول خطوه البيس ستيب بدنا نثبت او نبين انها صحيحه عند الانيشال ستيب، يعني بدنا نعوض البي ضمن البروسيشنال فانكشن ونثبت انها صحيحه عنده، وهي اسهل خطوه حتكون في عمليه الاثبات. بدها ايش؟ فكره انك تعرف القيمه البدائيه وتعوضها بالايش؟ بالبروسيشنال فانكشن بي. ثاني خطوه عندنا الاندكتيف ستيب، او اسف الاندكتيف هايبوثيسيس، بدنا نساوي ايش؟ صياغه لايش؟ لا فرضيه استقرائيه، اندكتيف هايبوثيسيس. تمام. بدنا نفرض انه البي صحيح عند الكي فاليو، بحيث انه الكي اكبر ايش او تساوي ايش؟ الانيشال فاليو. تمام. ومن هاي الخطوه بعدين بدنا نساوي اندكتيف ستيب، خطوه الاستقراء في عملية الإثبات. تمام. اللي هي بدنا نوضح إنه الكونديشنال ستيتمنت BK implies BK زائد واحد true for all integers K أكبر أو يساوي B. تمام. هذا معناه إنه إيش؟ إنه بدنا نوضح إنه BK true، فبالتالي إيش؟ BK زائد واحد must be also true. تمام. يعني بدنا نوضح إنه لما تكون BK true برضو BK زائد واحد true. طيب هاي الخطوات صيغ لك اياهم انا على شكل خوارزميه هنا، طبعا مش انا اللي صيغهم، المؤلف تاع الكتاب. هستخدم لك اياهم في عده امثله، وان شاء الله حنتقوى فيهم ان شاء الله باذن الله. اول خطوه، حدد لي شو هي ايش الهايبوثيسيس اللي بدك تشتغل عليها، بدك تثبتها، يعني حدد شو هي البروبوزيشنال فانكشن اللي عندك. تمام. وحاول افهم شو هو الدومين، حاول افهم ايش هو الدومين اللي عندك. بعدين شو هي البيس ستيب
البيس ستيب بدك تحدد من خلالها شو البي فاليو، الانيشال فاليو تاعت الان. بدك تعوضها ايش؟ ضمن البروبوزيشن فانكشن او ضمن الهايبوثيسز اللي انت صغتها، وتثبت انه عندها قيمه معينه انها ترو. بعدين بنستخدم الاندكتيف هايبوثيسز. اوكي، نفرض انه اللي بدي اثبته صحيح عند كي فاليو، بحيث انه الكي اكبر او يساوي ايش بي. وين هذا الحكي حكيناه السلايد السابق وهي موجود هون. بعدين بالاندكتيف ستيب بخطوه الاستقراء بدنا نفرض ايش، assuming that inductive hypothesis bk is true prove bk زائد واحد. بدنا نفرض انه bk true، او انه لما bk بتكون true bk زائد واحد بتكون true. نبلش امثله عشان نفهم. جاهزين يا شباب؟ هي اول مثال عندنا ان شاء الله. طبعا انا لاحظت انه انا مثلا الشاشه بتطلع عندي مقتطعه، بس احيانا عندكم ما بتطلع مقتطعه. اوكي، يعني انا مثلا اجزاء من الشاشه بتكون مش مبينه عندي. انا سؤالي، الورقه اللي كاتبها انا هسه شايفينها؟ اه دكتور. طب تقدر تقرا لي اول كلمتين فيها بالله؟ شو ذات؟ ايوه، انا الشاشه مرات بتكون مقتطعه عندي، انا ما بعرف شو السبب. اوكي، يعني حاولت احلها، حاولت استفسر عنها، ما بعرف صراحه يعني، ومش عيب عندي مثلا بالكمبيوتر او اي شيء. يعني ان شاء الله اليومين ثلاثه بعرف شو اخريتها، لانه تكون مبين عندي مقتطعه فيها نواقص، بس عندك بتكون كامله. شو ذات؟ طب عشان انا اقدر اشوف، انا غيرت السيتنج تاع الشاشه هاي، بس كل مره بدي اغيره صعب علي. طيب اثبت لي انه مجموع اول بوزيتيف انتجر نمبر، يعني اول اربع بوزيتيف انتجر نمبر او اول خمسه انتجر نمبر تساوي ايش؟ ان في ان زائد واحد على اثنين. يعني لو قلت لك هسه شو مجموع اول ثلاث ارقام بوزيتيف انتجر، شو مجموعهم؟ مجرب تيجي بتقول لي اول بوزيتيف انتجر نمبر هم الواحد والاثنين والثلاثه ومجموعهم ستة. باجي بقول لك أنا بدي أطلعهم عن طريق القاعدة N في N زائد واحد على اثنين، جربها بالله. ثلاثة، ثلاثة زائد واحد قديش؟ أربعة. على قديش؟ على اثنين. ثلاثة في أربعة قديش؟ 12. على اثنين ستة. شفت؟ لو استخدمت القاعدة هاي إيش؟ ها ها، ما يعني ما بتغلب، جهدها بسيط. لو جيت قلت لك اول 10 انتجر نمبر اجمع لي اياهم، تيجي تقول لي لا هي بدها وقت اصبر علي. لو اقول لك اول 100 انتجر نمبر بوزيتيف انتجر نمبر بتقول لي بدها وقت، بس انا بقدر احسبها بطريقه اسهل منك. يعني لو قلت لك اول 100 انتجر نمبر شو كيف بقدر اجيبها اوجدها؟ تيجي باجي بقول لك حسب القاعده 100 100 مضروب بقديش حسب القاعده هاي؟ 101 على قديش؟ على 2. وبالفعل لو تضرب 100 في 101 وتقسمها على 2 بيطلع عندك مجموع اول 100 رقم، اول 100 بوزيتيف انتجر نمبر. طيب انا بعرف انه القاعده هاي صح، بس كيف بدي اثبتها؟ سؤالي، كيف بدنا نثبت القاعده هاي؟ بنثبتها من خلال الماثيماتيكال اندكشن. تمام، هسه بيقول لي انه مجموع اول ان بوزيتيف انتجر نمبر بنصيغها بالطريقه التاليه، ان في ان زائد واحد على اثنين. شو البروبوزيشنال فانكشن؟ بدي اسالكم شو البروبوزيشن عندنا البي ان؟ بدي بقول لك البي ان، هي اول خطوه حتكون عندنا، البي ان يساوي هيك، ان واحد زائد اثنين زائد ثلاثه الى الان بتساوي ان في ان زائد واحد على اثنين. تمام، هاي هي ايش البروبوزيشنال فانكشن. اوكي، نبدا عمليه الاثبات. جاهزين؟ اول خطوه في الاثبات في الماثيماتيكال اندكشن، اول خطوه بنسميها البيسك ستيب. ايش اصغر شيء بايش بالمتسلسل الرياضي هاي؟ اصغر شيء يعني اذا اكمل واحد او صفر، اصغر شيء ان يكون عندي تيرم واحد هو الواحد، رقم واحد. واحد إذا كان واحد، لو طبقت القاعدة هاي
باجي بحكي واحد مضروبة في اثنين على قديش؟ على اثنين. واحد مضروب باثنين على اثنين مش بتساوي واحد يا شباب؟ واحد في اثنين اثنين، اثنين على اثنين واحد. فأنا من هون عرفت شو هي ايش البيسك ستيب اللي عندي. سموها أحيانا بيسك ستيب، بعض الناس بسموها بيس ستيب، بعض الناس بسموها الانيشال ستيب، كله واحد كله صح. إذا نيجي بنحكي أصغر إشي بالمتسلسل هاي لما الأن بتكون واحد، يعني لما يكون عندي رقم واحد أول رقم بالبوستيف انتجر نمبر أنا بعرف إنه واحد. فلو عوضت الواحد في المعادلة هاي زي ما سويت الآن يا شباب بطلع عندي الجواب واحد. لما يكون عندي تيرم واحد بطلع الجواب واحد. هسا الاندكتيف هايبوثيسز، الاندكتيف هايبوثيسز اوكي، بالاندكتيف هايبوثيسز وي اسيوم ذات فور ان ايكوال كي از ترو. نيجي بنحكي لو كان عندي كي نمبر، هسا انا عديت الانيشال سيب، لو كان عندي كي نمبر يعني واحد زائد اثنين زائد الى كي نمبر، هذول شو مجموعهم بده يطلع؟ كي في كي زائد واحد على اثنين. كل اللي سويته انه عوضت كي في المعادله هاي وافترضت انه ايش؟ انه الكي صحيحه. جيت حكيت واحد زائد اثنين الى كي بتساوي كي في كي زائد واحد على اثنين، هاي افترضتها، هاي اسامبشن ما اثبتها، وهي خطوه سهله. تمام تمام. البروف ستيب وي شال بروف ات فور ان ايكوال كي بلس 1، هسه بنثبت انها صحيحه عند ان بتساوي كي زائد واحد. وبايش بدنا نستعين؟ بدنا نستعين بالاسامبشن تاعتنا. هسه هون افترضنا انها صحيحه عند ايش؟ رقم كي، وانها بتساوي كي في كي زائد واحد حسب القاعده الاصليه. شو بنيجي بنساوي هون؟ كل اختصار وكل بساطه بنيجي بنحكي انا هسه بدي اعممها عند الخطوه كي زائد واحد. تمام، هذا ايش؟ الاندكتيف بروف بحكي لي اياه. فانا طلع واحد زائد اثنين الى كي، شو الرقم اللي بعد الكي؟ كي زائد واحد. يعني انت لو كنت موقف هون عند السبعه اللي بعديه سبعه زائد واحد، لو موقف هون عند العشره اللي بعده عشره زائد واحد. تمام طيب، فاجي بحكي من هون لهون من واحد الى كي، مش انا افترضت انه من واحد الى كي يساوي كي في كي زائد واحد على اثنين، صح ولا لا؟ فباجي بحكي مجموعهم حسب فرضيتي كي في كي زائد واحد على اثنين زائد الرقم اللي بعده، يعني عشان نفهمها، لو كانت عندي الارقام واحد زائد اثنين زائد ثلاثة زائد أربعة، لو جيت قلت لها انه مجموع اول كي نمبر هنا ستة. تمام؟ باجي بقول لك شو مجموع اول كي زائد واحد؟ إذا مجموع اول كي نمبر يعني اول ثلاثة هنا ستة. شو مجموع الكي زائد واحد؟ إذا كانت الكي ثلاثة بدها تكون الكي زائد واحد أربعة، مجموعها حيكون ستة زائد أربعة، ما في داعي أرجع أحسب من أول وجديد، ستة زائد أربعة، ما في داعي أرجع أحكي واحد زائد اثنين زائد ثلاثة زائد أربعة. باجي بحكي أنا بعرف إنه مجموع أول ثلاثة ستة، والرقم المتبقي عندي أربعة، إذا مجموعهم إيش؟ عشرة. نفس الإشي حكيت هون، من واحد إلى كي أنا بعرف إنها كي في كي زائد واحد على اثنين حسب الأسامبشن تاعي. الرقم المتبقي كي زائد ايش؟ زائدا واحد. تمام؟ هسا باجي بحكي هون، هسا عندي كي في كي زائد واحد على اثنين زائد كي زائد واحد، كيف بامكاني اوحد المقامات بيناتهم؟ شو؟ بني اضرب المقدار الثاني اللي هون في اثنين، بضرب البسط باثنين والمقام بصير مشترك، فصارت ايش هاي؟ الكي زائد واحد، صارت اثنين كي زائد واحد طبعا على اثنين. الايش؟ المقام الدومينيتر، دومينيتر مشترك بيناتهم. شو عامل مشترك بين هاي وهاي؟ كي زائد واحد. فانا اخذت الكي زائد واحد برا، صارت عندي المعادله كالتالي، كي زائد واحد مضروبه في كي زائد اثنين. هون كي زائد واحد صفى كي، هون اخذنا كي زائد واحد صفى اثنين، وهو المطلوب. هسا الكي زائد واحد لو عوضناها في المعادله هاي بطلع الجواب عندي ك زائد واحد في ك زائد اثنين على اثنين. تمام؟ وبالتالي بيكون اثبتنا اللي بدنا اياه.
بدنا نعطيك مش مثال، عدة أمثلة على الشغلة هاي عشان تفهمها. أول مثال بجوز ما تلقط شو اللي سويناه وشو اللي اشتغلناه وشو البروسيجر. المثال الثاني إن شاء الله واللي بعده واللي بعده بتلقط وبتفهم. هسه يوز اندكشن تو بروف، استخدم لي الاستقراء عشان تثبت لي انه مجموع اول فيس ان اود انتجر نمبر اذا انت ربيع. يلا ساعدوني، مجموع اول ان اود انتجر نمبر اذا انت ربيع. لو قلت لك اول ثلاث ارقام فرديه، يلا الواحد ثلاثة والثلاثه والخمسه، هذول كم من رقم فردي؟ ثلاثة. ثلاثة. اجمع لي اياهم. واحد زائد ثلاثة أربعة، زائد خمسة تسعة. بيجي بقول لي كان بإمكاني أحلها بكل بساطة، أول ثلاثة أود نمبر عبارة عن ثلاثة واثنين، صح كلامه ولا مش صح؟ والله صح. ثلاثة قوة اثنين تسعة. لو جيت قلت لك هسا شو مجموع أول إيش؟ أول أربعة أود نمبر. أول أربعة أود نمبر مع بعض 16. نيجي بنحكي واحد زائد ثلاثة زائد خمسة، الرقم اللي بعد الخمسة السبعة، لو جمعناهم مانيولي ها تسعة زائد سبعة قديش؟ 16. نقدر نيجي نحكي إنه حسب القاعدة هاي أول أربعة نمبر، باجي بحكي أربعة قوة اثنين ويساوي إيش؟ 16. هنا قدرنا نعرف المجموع بالجمع المتتالي، 1 زائد 3 زائد 5 زائد 7، هنا قدرنا نعرف المجموع حسب القاعدة. طب نتذكر مع بعض كيف ومتحنين امبارح انتم، كيف بامكاننا نولد احنا ايش اود نمبر؟ ذكروني شو القاعدة؟ 2 كي زائد 1. ايوه 2 كي زائد 1. وفي شغلة ثانية حكيت عنها بواحد من الفيديوهات اللي هي 2 كي ناقص واحد. ناقص واحد. اثبت لي هذا الحكي. لو عوضنا صفر بالمعادلة الأولى وصفر بالمعادلة الثانية، شو بتطلع الجواب عندنا؟ بزبط؟ واحد أو ناقص واحد اللي هو قلنا. يعني هون هون إذا بدأت من الصفر، اثنين في صفر صفر زائد واحد بيطلع عندي واحد، صح؟ بس هون من إيش لازم أبدأ؟ بزبط عندي أبدأ من الصفر. اثنين في صفر، اثنين في كي والكي صفر، بطلع الجواب سالب واحد. صح ايش؟ سالب واحد رقم فردي. بس ايش؟ اذا انت بدك تولد ايش؟ ارقام موجبه ما تبدا من الصفر، اتفقنا؟ هسا لو عوضنا اثنين هنا، اثنين في اثنين في اثنين اربعه، اربعه زائد واحد خمسه، رقم فردي بيطلع. طيب لو عوضنا هون ايش؟ ثلاثه، أو عوضنا اثنين فوق، خلينا نعوض اثنين هون كمان، اثنين في اثنين أربعة ناقص واحد، طلع عندي الجواب ثلاثة رقم فردي كمان. هون شو المعادلة اللي بدنا نعتمدها؟ بدنا نعتمد المعادلة الثانية. عشان أول الأرقام الفردية بدي أستخدم المعادلة هاي. تمام؟ لو جيت قلت لك إيش هم أول ثلاثة أود نمبر حسب المعادلة هاي؟ وبلش لي من واحد طبعاً. يلا. شو الأرقام اللي بدنا نعوضها؟ قلت لك انا اول ثلاثة اود نمبر، اول شيء ما دام قلت لي اول ثلاثة اود نمبر باجي بعوض الواحد، اثنين في واحد اثنين ناقص واحد طلع عندي واحد. شو الرقم التالي؟ اثنين، اثنين في اثنين اربعة، اربعة ناقص واحد ثلاثة. اللي بعديها ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة، ستة ناقص واحد خمسة. تمام؟ اذا هذول ثلاثة ايش؟ ثلاثة اود نمبر يا شباب. قدرت اولدهم من خلال المعادلة هاي 2 كي ناقص واحد. هسا نرجع لسؤالنا. باستخدام الماثيماتيكال اندكشن اثبت لي انه ايش؟ مجموع اول ان اود انتجر نمبر ان تربيع. زي ما شرحنا لكم قبل شوية. شو الهايبوثيسيس تاعتي؟ البروبوزيشنال فانكشن كالتالي انه sum of the first n odd integer number ان تربيع. هاي البروبوزيشنال فانكشن اللي عندي جاهزه. هسه اول خطوه بدي اثبت انه صحيح عند ايش؟ البيس ستيب. اول odd number بدي اعرف انه هو الواحد. تمام؟
نيجي بنحكي على البيس ستيب، لما ان بتساوي واحد باجي بحكي الان واحد يعني رقم واحد مجموع طبعا هو نفسه لحاله واحد، حسب القاعدة هاي واحد تربيع الجواب ايش؟ الجواب واحد، الحل مضبوط 100%. نيجي بنحكي هسا بنفترض انه صحيح عند ايش؟ كي فاليو او ايش؟ هنا the sum of the first k odd integer، شو ال first k odd integer؟ حتكون واحد ثلاثة إلى اثنين كي ناقص واحد. أنا قلت لك أول كي، طلع إحنا عشان نسويها على شكل مسلسل قلنا لك واحد زائد اثنين زائد، لا آسف، جينا قلنا لك واحد زائد، عوض في المعادلة هذا الترم الأول واحد، هس اثنين عوضوا بالمعادلة اثنين كي ناقص واحد بيطلع ثلاث، عوض هسا الثلاثة هون بيطلع خمسة، بنعوض محل الكي، عوض مثلا ايش هسا الأربعة ثمانية ناقص واحد بتطلع سبعة، جينا حكينا هسا زائد ثلاث نقاط الرقم أو التيرم كي حيكون ايش؟ 2 كي ناقص واحد. فاحنا جينا حكينا افترضنا انه القاعدة هاي صحيحة عند ايش؟ عند كي اود نمبر، يعني مجموعهم هذولا بامكاني اختصر بالحركة التالية، كي تربيع، يعني لما يقول لي اول كي اود نمبر مجموعهم بقول له كي تربيع دغري، هاي الفرضية اللي سويتها. كل اللي سويته انا اني عوضت الكي فوق، تمام؟ طلع sum of first n odd integer number، sum of first odd integer number رياضيا يعني واحد زائد ثلاثة إلى اثنين كي ناقص واحد. طلع أنا بقول لك عن الموقع، هذا موقع واحد، هذا موقع اثنين، هذا موقع واحد، هذا موقع اثنين، هذا موقع كي، تمام؟ يعني هذول التيمز هم الأول إيش؟ كي نمبر، تمام؟ تمام. نيجي بنكمل الآن. هسا بدنا نستخدم الأسامشن تاعتنا في عملية الإفراد الإثبات. يعني هسا بعد ما خلصنا من الإندكتيف هايبوثيسيس بدنا نيجي على الإندكتيف إيش؟ الإندكتيف ستيب. نيجي بنحكي، مش إحنا قبل شوية حكينا إنه البي كي بتساوي واحد زائد ثلاثة إلى اثنين كي ناقص واحد كي تربيع. شوف عشان الساعة صارت 10:55 خلاص وقفنا عند المثال هذا، بنكمل من عنده إن شاء الله، تمام؟ لأنه وقت رمضان ضيق فما بقدر أتجاوز عليك خمس دقائق أو شيء زي هيك، لأنه الوقت ضيق زي ما بتعرفوا. فأنا هسا أول خطوة بدي أسويها وقف التسجيل.